التفريق ما بين مفهومي التعليم والتعلم من دورة تعلم النشأ نلاحظون عن الزملاء العصرين التفريق ما بين التعليم والتعلم. فين نجيب الخبرات حق المتعلمين؟ هل المتعلمين عندهم خبرات ولا المعلم هو اللي جالس يجيب الخبرات؟ يعني التوجيه، مين اللي يوجه التعليم، مين اللي يوجه التعلم؟ يعني في واحد مننا في واحد مننا يمكن توجيهه، في واحد مننا اصلا ما يقدرش يتحكم فيه. توجيه التعليم المعلم